du monde, hein. Et des sourds, hein. Aziz, attestation d'honneur. هو لو بلوس مانيسكري على بالك باش باش كيف كاين الحاجه كيف كاين يا extraordinaire والله l'une des plus grandes joies de ma vie والله parce que c'était inattendu j'ai été honoré plutôt par hak mais elle khatra vraiment je m'attendais pas je remercie l'association l'organisation Allah. Voilà, l'organisation تاع les journalistes sportifs et avec sa tête monsieur Youssef et je remercie gars les collègues gars les journalistes qui ont effectué le voyage d'Alger il faut le faire et vraiment ça me porte trop au cœur ça prouve encore une fois que le journalisme c'est le plus beau métier du monde pour moi السيد عجل الهواري هو قام من قامات الإعلام الرياضي في الجزائر واليوم يعني هو تكريمه اليوم هو في الحقيقة هو واجب من طرف المنظمة الوطنية الصحفية من الرياضيين الجزائريين تقديرا لما قام به هذا الرجل في خدمة الإعلام الرياضي في الجزائر وتطويره أيضا ربما أعتقد أنه ساهم في تكوين أجيال وأجيال من الصحفيين اليوم المنظمة الوطنية للصحفيين الرياضيين الجزائريين يعني في مبادرة رمزية في الحقيقة لأنه يستحق يعني أكثر من كل شيء يعني ما لن نستطيع أن نوفي حقه لأن هذا الرجل رجل كبير وكبير وكبير جدا وسيبقى كبير أيضا حتى وإن ذهب إلى التقاعد.